تفاجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمس بهذه الصورة، وهي لزعيم تنظيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، لكنها غير كل الصور. فالرجل كما تشاهدون ظهر ببدلة عصرية مبتسما إلى الكاميرا رفقة صحفي أمريكي في ريف إدلب. الصورة حققت تفاعلا واسعا عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد تغريدة أطلقها حساب للخارجية الأمريكية باللغة العربية عبر تويتر، والذي كتبه: يا هلا بالجولاني يا وسيم، وشو هالبدل الحلو، فيك تغير ثوبك لكن أنت بتضلك إرهابي، لا تنسى مكافأة $10 مليون، أرسل لنا معلوماتك عن الجولاني لتحصل على مكافأة تصل إلى $10 ملايين عبر تيليجرام أو سيجنال أو واتساب، والرقم أيضا مذيل بهذه الرسالة عبر حساب الخارجية الأمريكية. الجولاني وفي هذه الصورة كان برفقة مارتن سميث الصحفي الشهير المتخصص بالمحتوى الاستقصائي. مارتن وهو من نشر هذه الصورة لأول مرة عبر حسابه على تويتر قائلا بأن الجولاني تحدث خلال اللقاء عن أحداث 11 سبتمبر وعن تنظيم داعش، عن أبو بكر البغدادي، دون أن يحدد سميث موعد بث اللقاء. نتابع أيضا في هذه الصورة التي كانت كفيلة بأن تحدث موجة غضب عارمة، خاصة في سوريا التي عانت كثيرا من جرائم تنظيم النصرة بحق شعبها، ونبدأ مع هذه التغريدة لأحمد الزعبي، والذي كتب مغردا: اليوم ببدلة ولقاء صحفي، وغدا نراه في جنيف، وفي الأمس القريب كان يقطع الرؤوس. أما عبد الله فهو غرد قائلا: محاولات حثيثة من قبل هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد الجولاني في السنتين الأخيرتين لإعادة تأهيل صورة هيئة تحرير الشام لدى الغرب وأيضا لدى المجتمع الدولي. نتابع أيضا تعليق آخر من محمد الذي قال فيه: ذكروا أنتم بتشوفوا الصورة أنه هذا هو الإرهابي العالمي أبو محمد الجولاني، مؤسس جبهة النصرة، تنظيم القاعدة، وأيضا خاطف راهبات معلولة. كل هذه التغريدات اليوم دفعت إلى طرح أكثر من علامة استفهام بشأن التوقيت، بشأن هذه الصورة، بشأن أيضا تبديل المظهر للجولاني. متابعة لكل هذه التساؤلات ينضم إلينا من دبي الخبير في شؤون الجامعات الإرهابية أحمد بان. أهلا بك أستاذ أحمد عبر سكاي نيوز عربية. في هذا التوقيت بالذات الإدارة الأمريكية الجديدة ستفرض أيضا استراتيجية جديدة، إن كان في سوريا أو حتى في العراق، قوات التحالف الدولي تواصل عملياتها. كيف يمكن قراءة هذه الصورة وهي مقدمة للقاء صحفي؟ يعني بداية لا يمكن فصل هذه الصورة التي ظهر بها أسامة العبسي أو أبو محمد الجولاني مع صحفي أمريكي مخضرم مشهور بعلاقاته بالإدارة الديمقراطية. نحن أمام سياق جديد قديم، بمعنى أن بالنظر إلى شخصية الجولاني فهو شخصية براغماتية تعشق الإعلام، لديه طموحات بدأت منذ إقناعه لجماعة داعش بأن يؤسس جبهة النصرة والحصول على الدعم الكافي من الرجال والمال والسلاح، حتى أصبح رقما صعبا في الساحة السورية. وعندما اكتشف تنظيم داعش هذه الميول لديه أو هذا الطموح لديه، استطاع أن يلتف على هذه الضغوط عبر البكاء في مجلس البغدادي وإقناعه بأنه لازال على بيعته لتنظيم داعش، ثم لاحقا إعلان ارتباطه بتنظيم القاعدة وتثبيت. طيب هذه القراءة لتكون هذه الشخصية أستاذ أحمد هي مرتبطة أيضا بهذا التحول اليوم، هو يظهر بهذا المظهر الحديث، هو يخلع هذه العباءة، تغير المظهر يعني مرحلة جديدة في مسيرته، وماذا تعني تغريدة الخارجية الأمريكية المتصلة بربما الجائزة $10 ملايين لمن يكشف أي معلومات، وكيف يمكن استهدافه أو اغتياله أو قتله من قبل قوات التحالف الدولي؟
لا يمكن فصل هذه الصورة عن صور سعى الجولاني نفسه أن يبرزها خلال الفترة السابقة، وهو يتجول داخل إدلب، داخل أسواقها، يتناول الطعام في أحد المطاعم، يقوم بتصوير صور سيلفي مع المارة، يحاول أن يبدو بمظهر المنفتح على بيئته. هو لديه هذا الطموح، لديه طموح حكم الشمال السوري، ويبدو أن لديه هذه الارتباطات الإقليمية التي تمكنه من أن يحلم بهذا الهدف، أو محاولة استنساخ صورة كصورة حماس في قطاع غزة. هذا المظهر أو هذه الصورة لا يمكن فصلها أيضا عن لقاء تم مع مجموعة الأزمات الدولية قبل عام من الآن، في فبراير من العام الماضي. توالي هذه اللقاءات يعكس ربما توجه لدى أطراف داخل الإدارة الأمريكية لتوظيف هذا اللاعب ضمن توازنات إقليمية والإبقاء على الساحة السورية، أو ضعف في الخاصرة السورية. وهنا بيت قصيد أستاذ أحمد، عندما تتحدث الصحافة الأمريكية عن دور جديد، وأنت تقرأ ربما في قراءة مختلفة للتبدل اليوم ماهية هذه الشخصية، قلت هنالك أجندات أيضا مرتبطة بجماعات إرهابية إقليمية. ماذا تعني المرحلة الجديدة بالنسبة للجولاني وما يمثله من فكر ومصير المنطقة التي تخضع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية في سوريا؟ الجولاني يقدم نفسه باعتباره لاعب مهم في هذه الساحة، يسوق نفسه للإدارة الأمريكية، حتى وإن أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة بهذا الإلحاح أنه إرهابي، لن تغير صورته البزة التي يرتديها أو البدلة التي يرتديها. فهذا ربما موقف واضح من جزء من مؤسسات القرار الأمريكي، لكن في تقديري أن حرص مجموعة الأزمات الدولية وروبرت مالي تحديدا كان يرأس هذه المجموعة عندما أجرت هذا الحوار مع الجولاني، واطلاعه بملفات ضمن سياق سياسات جديدة للإدارة الأمريكية الجديدة، قد يعكس رغبة لدى بعض الأطراف الأمريكية في توظيف هذا اللاعب في قابل الأيام. ما تقوله أستاذ أحمد مرتبط أيضا بما سربته الصحف الألمانية قبل أشهر، ومرتبط بهذا التحول ومن يسيطر على الأرض في مناطق نفوذ هذه الجماعات المتطرفة في سوريا. هل هنالك خشية من هذا الدور الذي يعني حذرت منه حضرتك الآن؟ أنا أتصور أن سعي بعض الأطراف الأمريكية للاستفادة من هذا اللاعب هو خوف التحول منطقة إدلب إلى ملعب خلفي لكل جماعات الإرهاب، عبر ربما مد جسور من الثقة بين هذا اللاعب وهذه الإدارة. لازالت هذه المجموعات تراهن على التباينات داخل معسكر الإرهاب والتطرف، وفي تقديري أن هذا رهان خاطئ. في النهاية نحن أمام مجموعات تتوزع أدوارها وتتوزع أقنعتها، لكنها في النهاية تؤمن بنفس المبدأ، تؤمن بنفس الفكرة، لديها نفس الهدف. وبالتالي اللعب على فكرة التباينات كما كانت تلعب هذه الجماعات في السابق على جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها ربما حزام مانع ضد التطرف، هذا الوهم القديم لا زال يسيطر على بعض أطراف الإدارة الأمريكية، وهي تتصور أنها تستبدل القاعدة بداعش أو تستبدل هذا البديل الجديد في محاولة لجم الإرهاب داخل هذه الساحة. لكن أتصور أن هذه أيضا ربما تكون تدبيرات مؤقتة قد تتغير في قابل الأيام. لابد من استراتيجية حاسمة في التفاعل مع كل عناوين الإرهاب، وهو ما بدأ في إدارة ترامب، لكن يبدو أن إدارة بايدن لديها ربما مقاربة جديدة، وإشارتها تبدو في مشهد كهذا المشهد الذي نحن بصدده. الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد بان كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في دبي، شكرا جزيلا لك.